التفسير بالإنسان لمنهج الرب للصبر وال. الحمد لله الذي جعل الحياء خلق الإسلام وجعله حاجزا عن الفحش والآثام، والصلاة والسلام على النبي خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين والمشاهدات. فحديثنا في هذه الحلقة عن خلق عظيم، خلق جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو خلق الإسلام. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعظه فإن الحياء من الإيمان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء خير كله. وعن زيد بن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، إن الحياء مثل ما ذكرنا آنفاً هو خلق الإسلام، وهو رأس مكارم الأخلاق. فالحياء من الحياة، نعم الحياء من الحياة، فعلى حسب حياة القلب تكون فيه قوة الإيمان، وقلة الحياء من موت القلب والعياذ بالله. وعرف أهل العلم خلق الحياء بقولهم: الحياء هو خلق يحث على فعل الجميل وترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. أما إذا جئنا إلى الحياء فهو نوعان: حياء جبلي فطري، وحياء إيماني مكتسب. أما الحياء الجبلي الفطري هو أن الله سبحانه وتعالى فطر كل الناس سواء المسلم وغيره على خلق الحياء، مثل أن الإنسان لا يحب أن يطلع الغير على عورته أو أن يتعرى أمام الناس. فهذا هو الخلق، وهذا هو الخلق الحيائي من الفطرة، وجبل الله سبحانه وتعالى كل الناس عليه. فهنا نذكر قصة أن امرأة دخلت الإسلام بسبب الحياء، نعم بسبب الحياء. فتقول هي تحدث عن قصتها، تقول: كنت في إحدى المدن الكبيرة العالمية في إحدى ساحاتها، فتقول: تجمهر الناس ويضحكون ويصفقون، فقالت: دفعني الفضول من أجل أن أرى ما الذي يحدث وما الذي يصفقون من أجله وما الذي يضحكهم. قالت: فجئت إلى ذلك المكان فرأيت والعياذ بالله أن رجلاً يمارس الفاحشة مع امرأة على مرأى من الناس، والناس والله المستعان يصفقون ويضحكون. أما النوع الثاني فهو الحياء المكتسب، وهو الحياء الإيماني الذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولله در الشاعر حينما قال: وإذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا، إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. نعم إخواني وأخواتي، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، إن أعظم عقوبة هي عقوبة ذهاب الحياء، لأنه إذا ذهب الحياء مات القلب، وإذا مات القلب ذهب الخير منه. ولذلك بعد موت القلب تجتمع المعاصي والعياذ بالله في قلب الإنسان، فهذا هو والعياذ بالله ذهاب الدين. فاعلموا يا رعاكم الله أن الحياء
زينة الأعمال. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد حياءً من العذراء في خدرها، مثل ما وصفه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فالحياء أعزائي المشاهدين مثل المعادلة، يزيد حياؤك إذا زاد إيمانك، ويقل حياؤك إذا قل إيمانك، فاختر لنفسك ما شئت. وعليكم يا رعاكم الله بالتأسي بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولله در الشاعر حينما قال: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. نعم أحبتي المشاهدين والمشاهدات، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فاحرصوا يا رعاكم الله على هذا الخلق العظيم، وتعلموه من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فانظروا حفظكم الله إلى السلف الصالح كيف امتازوا وتميزوا ذلك الامتياز، ورفعهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة إلا أنهم تمسكوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحلوا بآدابه، وتمسكوا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا يكون وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. إلى أن نلقاكم نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستلهم القرآن نورا إلى القلب، يسير بالإنسان منهج الرب للصبر والإيمان.